بروح مرحة وطلة خفيفة الزل تربعت نبيلة السيد على عرش الأدوار الكوميدية في السينما المسرحية لتأخذ مكانها بين كبار نجوم عصرها، على الرغم من عدم حصولها على البطولة المطلقة، ولكنها أثبتت موهبتها الفنية المميزة. في حارة متفرعة من شارع محمد علي ولدت الفنانة نبيلة السيد في يوم 7 أغسطس عام 1938 لتشهد ميلاد فني مبكر لفنانة كوميدية من تراث خاص لتكون أهم الفنانات في جيلها، حيث تمتعت بخفة ظل عالية وجسدت أدوار الكوميديا لتنافس كبار النجمات التي تألقوا في هذا النوع من الفن. اعتمدت نبيلة السيد على نفسها منذ الصغر، حيث عملت مع والدها الذي كان يعمل متعهد حفلات ويملك محلا للآلات الموسيقية، وهو ما جعلها تبدأ مشوارها الفني منذ الصغر، حيث شاركت في فيلم غزل البنات أمام الفنان الكبير نجيب الريحاني وهي في عمر 11، واتجهت للغناء في الأفراح الشعبية لمساعدة عائلتها. لمعت نبيلة السيد كممثلة كوميدية مع انطلاق عملها في فرقة ساعة القلبك في الخمسينيات، وتنقلت بين العديد من الفرق المسرحية بعد حصولها على دبلوم معهد التمثيل، ثم انطلقت في مسلسلات التلفزيون التي عملت بها مثل أهلا بالسكان، ومن المسرحيات التي عملت بها اتفضل قهوة ومسعود سعيد ليه، كما شاركت في العديد من الأفلام أبرزها الراقصة والطبال، خلي بالك من زوزو، البحث عن فضيحة، ممنوع في ليلة الدخلة. تزوجت الفنانة نبيلة السيد من الملحن حسن نشأت الذي كان يصغرها ب15 عام، وأنجبت منه ولد وبنت، فكان متيما بها ويعشقها، حيث كان ينتظرها في كواليس مسرحياتها، ونشأت بينهم قصة حب ووفاء حتى نهاية حياتها بسبب المرض. أدت الفنانة نبيلة السيد على المسرح دور الأم في مسرحية العيال كبرت لمدة عامين، إلا إنها اعتذرت عن الاستمرار في عرض المسرحية بسبب إصابتها بمرض السرطان، وهو ما جعل الفنانة كريمة مختار تستكمل الدور بدلا منها. عاشت نبيلة السيد تجربة قاسية مع مرض السرطان، والذي حاولت مرارا وتكرارا مقاومته باستمرارها في المشاركة في الأعمال الفنية والإنغماس في العمل، وعلى رأسها آخر أفلامها القطار الذي عرض بعد وفاتها، ومسلسل كابتن جودة، إضافة إلى آخر عروضها المسرحية بعنوان ابتسامة وراء القضبان، حتى رحلت عن عالمنا في يوم 30 يونيو عام 1986، تاركة مسيرة فنية كسبت فيها شعبية كبيرة من خلال بساطتها في الأداء الكوميدي خفيف الظل والقفشات التي حفظها الجمهور حتى يومنا هذا.